أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أكسترا اليوم. اكتبع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع دكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة تشترك فيها كل أجهزة الدولة. قد اطلع السيد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، ذلك إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعا للتشتت واختصارا للوقت والجهد ولتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وفي ذات الإطار اجتمع السيد الرئيس أيضا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بهذه المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل. كما اطلع السيد الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء الشركات المصرية أو العالمية والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي وإنشاء مسارات جديدة من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية والتي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر. أكد السيد الرئيس أيضا الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة بما يسهم إيجابا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
ونعود مشاهدينا الكرام لمتابعة فقرات برنامج أكسترا اليوم، بنرصد فيه طبعا أهم الفعاليات والأخبار وكل ما بيخص أهالينا في مختلف المحافظات المصرية في الوجه القبلي وحتى الوجه البحري والمحافظات الحدودية، سواء ما يتعلق من خدمات لهم أو حتى مشروعات واحتياجات. النهاردة بنبدأ هذه الحلقة بجولة مع مراسلنا عشان نطمن منهم طبعا على أحوال الطقس في عدد من المحافظات وحتى الاستعدادات اللي بيتم اتخاذها للتعامل مع الطقس السيء. ما زلنا طبعا بنتابع مع حضراتكم عن حالة الطقس ونتحدث عن حالة الطقس. بتنضم إلينا هاتفيا الآن ياسمين شعيب مراسلة أكسترا نيوز من محافظة مطروح. ورحب بك ياسمين معنا في هذه الحلقة من برنامج أكسترا اليوم، ومزيد من التفاصيل عن حالة الطقس لديك، تفضلي. تحياتي لك وتحياتي لجميع أسيادة المشاهدين. مدينة مرسى مطروح بتشهد لليوم الثالث على التوالي سقوط أمطار بين الخفيفة والمتوسطة من حين لآخر وانخفاض في درجات الحرارة. مجلس مدينة مرسى مطروح مستمر في إزالة تراكمات مياه الأمطار من خلال 10 سيارات كسح وماكينات شفط. شركة مياه الشرب والصرف الصحي دفعت بسيارات ومعدات شفط مياه عملاقة وعددهم 84 سيارة ومعدة على مستوى محافظة مطروح لإزالة تجمعات مياه الأمطار من خلال 125 عامل وفني ومهندس، بالإضافة لاستعداد سيارات قوات الحماية المدنية للتدخل في حالة الطوارئ. فرع هيئة الإسعاف المصرية بمطروح أعلن استمرار غرفة العمليات على مدار الساعة وتمركز سيارات الإسعاف المجهزة وعددهم 116 سيارة للتعامل في حالة الطوارئ. محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وجه بتواجد رؤساء الأحياء والمدن ميدانيا لمتابعة سحب مياه الأمطار من الشوارع والميادين وتيسير حركة المرور، وأيضا وجه بالعمل على استقرار التيار الكهربي ومتابعة شكاوى المواطنين وحلها على الفور. محافظة مطروح أعلنت استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية. حتى الآن لم تستقبل غرفة العمليات أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين. هناك سيولة مرورية داخل المدن وعلى الطريق الدولي الساحلي. جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية جاهزة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر، وكما نوهت سابقا أن المدينة بتشهد حاليا انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الأمطار الخفيفة من حين لآخر. هذا ما لدينا بشأن حالة الطقس، وسنوفيكم بالمزيد حسب التطورات. طيب ياسمين، أنت ذكرتي الآن أثناء حديثك أنه لا يوجد لحد الآن شكاوى من قبل المواطنين في محافظة مطروح، ماذا عن يعني لو تحدثينا باستفاضة وبشكل تفصيلي أكثر، ماذا عن التزام المواطنين بكل هذه التعليمات التي يتم اتخاذها من قبل المحافظة في مطروح؟ جميع مواطني مطروح ملتزمين بمناشدة محافظة مطروح بالالتزام بعدم التعرض لأعمدة الإنارة أثناء تساقط الأمطار، و الالتزام بالاتصال بغرفة العمليات الرئيسية في حالة الطوارئ. طيب أنا بشكرك ياسمين شعيبة مراسلة أكسترا نيوز، حدثينا من محافظة مطروح. كمان هيكون معنا دلوقتي عبر الهاتف من الإسكندرية إبراهيم فوزي مراسل أكسترا نيوز. برحب بك كريم معنا إبراهيم عفوا في هذه الحلقة من برنامج أكسترا اليوم، مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس اليوم، تفضل. مساء الخير. أنا مساء الخير مشاهدي ومتابعي قناة أكسترا نيوز. تشهد محافظة الإسكندرية اليوم نشاط متوسط في حركة الرياح وسقوط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة، ولكن على فترات متفاوتة ومحدودة من اليوم. لا يوجد تراكم لمياه الأمطار في الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية والطريقي الصحراوي والزراعي الإسكندرية القاهرة. على حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، استمرار تأثير الهواء البارد على كافة الأنحاء تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون متوسطة على شمال البلاد. السحب غائمة جزئيا، تكون درجات الحرارة العظمى 16 والصغرى 11، والرياح نشطة تتراوح ما بين 28 كيلو متر في الساعة، ارتفاع الأمواج ما بين متران والنصف إلى 3 أمتار والنصف. عن مينائي الإسكندرية والدخيلة فتم فتح البوغاز اليوم، ولكن مع استمرار الرسلات الجو مائية أي قياس ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح. طبعا في حالة زياد سرعة الرياح عن 30 كيلو متر ساعة سيتم غلق البوغاز، وذلك للمحافظة على الأرواح البشرية والسفن. أما بالنسبة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، طبعا حتى الآن حالة الطوارئ قائمة، قامت بدفع عدد 124 سيارة شفط ومدمجة
وعدد 22 بدال وعدد سيارتي اعاصير تمركزت احداهما شرق الاسكندريه والاخرى غربها في حاله الاحتياج لهم. اما عن شركه نهضه مصر المنوط لها جمع القمامه في الاسكندريه فتم التنبيه على كافه العاملين بضروره التعاون التام مع كافه الاجهزه التنفيذيه والامنيه والتدخل الفوري في كسح مياه الامطار الخفيفه لاقرب مطبخ او شنيشه والابلاغ الفوري عن اي مناطق بها غرق لا يستطيع عمال الشركه التعامل معه. اليك دنا. طيب ابراهيم، يعني مزيد من التفاصيل عن الاستعدادات اللي بيتم اتخاذها كمان بشكل تفصيلي من قبل المحافظه للتعامل مع هذه الموجه من الطقس السيء. بالنسبه كان في هناك بيان لمحافظ الاسكندريه طبعا عن واكد فيه عن استمرار رفع درجه الاستعداد والطوارئ القصوى في الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه على مستوى الاحياء، ده للتعامل مع تحذيرات الهيئه العامه للارصاد الجويه. المحافظ كان اصدر تعليماته بتكليف رؤساء الاحياء وجميع الاجهزه التنفيذيه المعنيه بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعه بالشوارع، طبعا ده لمتابعه تداعيات موجه الطقس السيء والتي استمرت لمده 3 ايام، ومن المتوقع ان تنتهي هذه الموجه مساء اليوم على ان يكون غدا وبعد غدا في حاله مؤقته من الاستقرار في الطقس. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا ابراهيم فوزي مراسل اكس نيوز، حدثتنا عبر الهاتف من الاسكندريه، شكرا جزيلا لك ابراهيم. ومن بني سويف ينضم الينا عبر الهاتف محمد حفيظه مراسل اكس نيوز من بني سويف. اهلا بك محمد معنا في هذه الحلقه من برنامج اكس اليوم، ولو تحدثنا عن الاستعدادات التي يتم اتخاذها من قبل المحافظه لمواجهه هذه الموجه من الطقس البارد، تفضل. يعني مساء الخير دلع. مساء الخير على المشاهدين. يعني محافظه بني سويف شهدت اليوم تحسن ملحوظ في الاحوال الجويه على كافه الانحاء وسط سطوع اشعه الشمس وظهور الغيوم من الليل للآخر وسط طقس بارد بعد حالة من عدم الاستقرار على مدار الأيام الماضية. الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وصلت اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة تحسبا لسقوط أي أمطار أو تغيرات قد تحدث في أي وقت. كمان خلي برضه أقول لك إن هناك انعقاد مستمر لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف وغرفة العمليات الفرعية برضه في مراكز المحافظة السبع والمديريات على مدار ال 24 ساعة لتلقي أي بلاغات وإخطار غرفة العمليات الرئيسية. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وجه بضرورة استمرار ومتابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجبة وتنفيذها على شبكة المجاري المائية والتأكد من جاهزية المعديات وتطهير مخر السيول. كمان هناك أيضا عمل مستمر لغرفة عمليات هيئة الأسعاف المصرية فرع بني سويف على مدار ال 24 ساعة، وهناك أيضا تمركز لسيارات الأسعاف المجهزة بكافة الإمكانيات الحديثة وتدريب الأطقم الطبية للتعامل مع أي بلاغات لا قدر الله والتحرك فرع وقت الطرق الصحراوية والزراعية والداخلية بكافة أنواع كافة أنواع المحافظة والمحافظات المتابعة. خلينا برضه اقول لك برضه يا تامر ان مسؤولين الكهرباء والوحدات المحليه راجعوا كافه اعمده الاناره من عزلها من وعدم وصول مصدر كهرباء ليها حفاظا على ارواح المواطنين في حال سقوط اي امطار، عمل على استمرار التيار الكهربائي. اخيرا هناك سيول نعم، أنا بشكرك على أي حال محمد حفيظة مراسل أكس نيوز، حدثنا عبر الهاتف من بني سويف، شكرا جزيلا لك. ومن الفيوم هيكون معنا الآن هاتفيا ميشيل عبد الله مراسل أكس نيوز من الفيوم، برحب بك ميشيل معنا، مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس والاستعدادات كمان اللي بيتم اتخاذها من قبل المحافظة لمواجهة هذه الموجة من الطقس السيء، تفضل. اهلا بيكي وبالساده المشاهدين. طبعا هذا اليوم شهدت المحافظه وجود بعض الصحف الكثيفه والمتوسطه في بعض ساعات النهار، ثم سطعت الشمس باقي ساعات النهار. هناك استعدادات تمت من قبل شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع المحافظه وبعض الاجهزه المحليه وشركه الكهرباء. شركة مياه الفيوم نشرت بعض المعدات والأدوات عند الكباري، ومن ناحية أخرى مديرية الري بالفيوم كان لها تنسيق أيضا مع باقي الأجهزة التنفيذية في المحافظة من أجل
تطهير بعض السرع ومصارف استعدادا لاستقبال اي امطار قد تسقط في هذه الايام. طب ميشيل، يعني تتحدث انه ربما ستتساقط يعني الامطار في هذه الايام، وبالتحديد اتحدث عن اليوم، ماذا عن الحاله المروريه اذا تم بالفعل تساقط عدد من الامطار؟ هل سيتم الدفع بعربات لشفط المياه ام ماذا سيكون الوضع؟ بالفعل هناك تنسيق بين المحافظه وغرفه العمليات، وهناك رقم ساخن للاتصال في حاله سقوط الامطار من اجل التنسيق مع اجهزه المرور ودفع السيارات ولتنظيم حركه المرور في هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى سيارات شفط المياه مستعده للدفع بها في على مستوى المحافظه وفي المراكز والقرى من اجل التعامل مع الاثار الناتجه عن سقوط الامطار. انا بشكرك ميشيل عبد الله مراسل اكس نيوز، حدثنا من الفيوم، شكرا جزيلا لك ميشيل. ونروح دلوقتي لمحافظة جنوب سيناء لنتعرف أكثر على أحوال الطقس. معنا عبر الهاتف الزميلة رانيا كمال مراسلة إكس نيوز. رانيا، مزيد من التفاصيل لديك. تشهد محافظة جنوب سيناء حالة من الطقس المعتدل على معظم مدن المحافظة. محافظة جنوب سيناء تنقسم إلى مدن في خليج العقبة ومدن في خليج السويس. تشهد مدن خليج السويس اعتدال في درجة الحرارة نهاراً، طقس معتدل، وفي المساء برودة طفيفة. تشهد مدن محافظة جنوب سيناء من خليج العقبة برضو تحسن في الأحوال الجوية والحركة الملاحية مستمرة. أمس كان في إغلاق لميناء شرم الشيخ وميناء نويبع، ولكنه لم يتعدى الساعات، واليوم حركة الملاحة البحرية في مدن خليج العقبة مستمرة على مدار اليوم. تشهد مدينة سانت كاترين تفضل في درجة الحرارة في المساء، تصل درجة الحرارة إلى 1 تحت الصفر مع ارتفاع درجة الحرارة في النهار. طيب رانيا، حدثينا أيضا عن الاستعدادات اللي بيتم اتخاذها من قبل محافظة جنوب سيناء في حال هطول أمطار غزيرة أو ما شابه ذلك. محافظة جنوب سيناء في غرفة عمليات مركزية في المحافظة في الديوان العام بالمحافظة وفي جميع مدن محافظة جنوب سيناء. مع هطول الأمطار تستعد كل مدينة بالمعدات الخاصة لإزالة أي تراكمات أو أي أحجار بتتم على الطريق. لو في أي استدعاءات من مدن أخرى بيتم استدعائها، ولكن محافظة جنوب سيناء عمليات الشفط او عمليات المعدات لرفع الحجاره او اعتدال الطريق مستعده في اي وقت. انا بشكرك رانيا كمال مراسله اكس نيوز، حدثينا من محافظه جنوب سيناء، شكرا جزيلا لك. كل شكر طبعا لكل زملاء مراسلي اكس نيوز في المحافظات المختلفه واللي كانوا معانا دلوقتي لرصد اوضاع الطقس في المحافظات وحتى الاستعدادات اللي بيتم اتخاذها للتعامل مع سوء الاحوال الجويه. خلينا نتابع اكثر تفاصيل عن توقعات الارصاد خلال الايام القادمه مع ضيفتي طبعا عبر الهاتف دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه. برحب بحضرتك طبعا يا دكتور معانا في هذه الحلقه من برنامج اكس اليوم. يعني ما زلنا نتحدث بان الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في كل محافظات مصر، يعني كيف يعني ترون حالة الطقس اليوم وحتى في الأيام القادمة؟ أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل يمكن أمس وأول أمس شهدنا حالة من التقلبات الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، كان العنصر الأساسي فيها هو نشاط رياح، لأن سرعات الرياح وصلت ل 50 و60 كيلو متر على الساعة في بعض المناطق من الجمهورية. مع اليوم بدأنا نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية خاصة مع اعتدال سرعات الرياح، لكن ما زالت مصادر الكتل الهوائية القادمة من شرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، فحسينا اليوم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي حجبت جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم. فالأجواء فترة اليوم كانت أجواء مائلة للبرودة على أغلب محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية. سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، دي تعتبر أقل درجة حرارة بنسجلها في فصل الشتاء حتى الآن. الأجواء كانت مائلة للبرودة خلال فترة النهار، كمان كان في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وكان معاها فرص لسقوط الأمطار، وسقطت الأمطار بالفعل
ما بين الخفيف للمتوسط على المحافظات السواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري. أمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى شهدت سقوط أمطار خفيفة، ومتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة خلال الساعات القادمة إن شاء الله، لكن مجمل الأمطار مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. متوقع كمان خلال فترة الليل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، أجواء باردة شديدة في البرودة على أغلب مناطق الجمهورية. إن شاء الله متوقع مع غدا يكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، هنبدأ نتأثر بمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا. درجات الحرارة ارتفعت ارتفاع طفيف، لكن هتظل درجات الحرارة حول المعدلات، يعني احنا بنتكلم في درجات حرارة ما بين 17 و18 درجة مئوية خلال فترة النهار على المناطق الشمالية، لكن هنحس بالبرودة والأجواء شديدة البرودة في فترات الليل، خاصة في المحافظات اللي لها ظهير صحراوي كبير زي شمال الصعيد، وسط سيناء، محافظة الوادي الجديد، لأن درجات الحرارة في المناطق دي بتنخفض فترة الليل بتوصل لخمس درجات. كمان متوقع غدا مع الاستقرار في الأحوال الجوية ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طب هل من السهل أن نتوقع أو يتم حتى التنبؤ من قبل حضراتكم من الممكن متى تنتهي هذه الموجة القارصة من هذه الموجة البرد الشديدة؟ هو احنا طبعا في شهر فبراير، شهر فبراير اتعبر ذروة فصل الشتاء أيضا مع شهر يناير، فمتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، لأن الانخفاض ده حاجة طبيعية جدا في مثل هذا الوقت من العام، ومتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة فترة النهار وفترات الليل على مدار الأيام القادمة، حتى لو ارتفعت ارتفاع طفيف هتظل نحس بالأجواء الشتوية المائلة للبرودة فترات النهار شديدة البرودة فترات الليل، لأن ده الطبيعي في فصل الشتاء. لكن شهر يناير يا دكتورة منارة كان أخف وطأة من شهر فبراير، وإحنا طبعا متعودين إن شهر يناير بيكون هو الذروة للشتاء أكتر من شهر فبراير حتى. بالفعل احنا في شهر يناير في معظم ايام شهر يناير كنا بنتاثر بمصادر كتل هوائيه قادمه من على الصحراء، توزيعات تغطيه في طبقات الجو العليا، مرتفع جوي، فده كان عامل على حاله من ارتفاع درجات الحراره كانت اعلى من الطبيعي طبعا، لان احنا الطبيعي بيكون في انخفاض في درجات الحراره، لكن احنا اعتدنا في بعض الاعوام من السنوات الماضيه على ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره في شهر يناير، ده عادي جدا ما فيش منه مشكله. كمان زي ما بنقول ان شهر فبراير يعتبر ذروه فصل الشتاء مع شهر يناير. احنا كنا طبعا منتظرين الانخفاض الملحوظ في شهر يناير، لكن هو حصل في فبراير، ويمكن بنقول درجات الحراره اللي احنا بنسجلها خلال هذه الايام تعتبر اقل درجات حراره وصلنا لها في فصل الشتاء حتى الان، 15 درجه مئويه على القاهره الكبرى خلال فتره النهار، 19 درجات خلال فترات الليل. طب حضرتك ذكرتي نقطه مهمه جدا، انه من المتوقع ان يتم تساقط العدد من الامطار وكمان ظهور شبوره، ايه النصايح اللي ممكن تقدموها حضراتكم للمواطنين في كل محافظات الجمهوريه؟ طبعا في المحافظات اللي دايما بتبقى معنيه اكتر بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه، اثناء سقوط الامطار لازم تكون القياده بهدوء تام، لان سقوط الامطار ممكن لا قدر الله يؤدي لانزلاق العجلات على الطريق، انخفاض رؤيه افقيه، كمان لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره بشكل كهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، مهم كمان ان احنا نرتدي الملابس الشتويه الثقيله خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، ناخد بالنا من فترات الليل المتاخره الاجواء احيانا في بعض المناطق بتكون قارصه البروده، كمان طبعا ان احنا لازم القياده تبقى بهدوء تام اثناء تكون الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخره، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، طبعا لازم نتابع النشرات الجويه دايما قبل ما نخرج من البيت. اكيد انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه، شكرا جزيلا حضرتك يا دكتور. طيب مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقه من برنامج اكسترا اليوم، ابقوا معنا. اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه في هذه الفقره من برنامج اكسترا اليوم هنتكلم عن ملف مهم جدا الدوله بتقوم فيه بدور كبير لتعزيز حقوق الاطفال وكمان حمايتهم، والجهود دي شملت تحركات كبيره زي المبادرات اللي بيتم اطلاقها في مختلف المحافظات لرفع سواء الوعي المجتمعي وحتى الصحي، وايضا السياق القانوني والتشريعي
لحماية حقوق الطفل، وده بيأكد طبعا أن الدولة لديها اهتمام كبير جدا وخاصة بالأطفال، إيمانا منها بضرورة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان بشكل جيد، سواء صحيا أو حتى كان اجتماعيا أو ثقافيا، وهو انعكس في عدد من المبادرات والقوانين. خلينا نتكلم بتفصيل أكثر عن هذه الجهود مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ وسام إسماعيل المحامي. أهلا بحضرتك يا فندم معنا في هذه الحلقة من برنامج أكثر اليوم. يعني زي ما اتكلمت دلوقتي في هذه الفقرة عن جهود الدولة المصرية الكبيرة في حماية الأطفال، ويمكن الملف ده دايما بيكون حاضر بقوة في كل المؤتمرات وفي كل المنتديات الذي يشارك فيه السيد الرئيس. يعني من وجهة نظر حضرتك، كيف تساهم هذه الجهود في رفع الوعي وبناء الإنسان المصري؟ تفضل. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الأطفال هم نواة المجتمع، وطفل اليوم هو رجل المستقبل، وطفلة اليوم هي أم المستقبل، وبالتالي فبناء أطفال أصحاء مدركين لكل ما يدور في مجتمعهم يجعلهم في بنية سليمة وعلاقة سليمة مع المجتمع لرفعة وازدهار وطننا. وكان هذا التوجه توجه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وفي طبعا حدثت العديد من المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة عن طريق إطلاق مبادرات إلكترونية عديدة، بالإضافة إلى وجود تعديلات تشريعية حدثت، بالإضافة إلى صدور قرارات وزارية حدثت يمكن في أواخر عام 2022. كل ده كان بيصب في مصلحة الطفل اللي الدولة اهتمت بيه، لعلم الدولة ويقينها ان ده الركيزة الأساسية لمجتمع صحي سليم. صحيح. ومش بس كده، يمكن شعار السيد الرئيس في الفترة الماضية وما زال طبعا هو بناء وتطوير الإنسان المصري في كل القطاعات. من وجهة نظر حضرتك، كيف تتكامل كل هذه الجهود مع توجه الدولة وحتى القيادة السياسية في مصر نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ تمثلت هذه الجهود من وجهة نظري في العديد من المبادرات. فإحنا النهاردة لما بنشوف المجلس القومي بيضع رقم خاص لأي شكوى بيقدمها أطفال أو أطفال تعرضوا لأي إساءة أو تنمر أو أي نوع من أنواع الجرائم، وهو رقم 16,000، هيعكس لنا مباشرة اهتمام الدولة المصرية ومبادرة السيدري. ده من ناحية. من الناحية الثانية، تفعيل هذه المبادرات والاهتمام بالأطفال عن طريق الرعاية الصحية والتعليم والصحة وكل المجالات وكافة المجالات، بدأنا نشوف اهتمام بأطفال ذوي الهمم، بدأنا نشوفهم في العديد من المواقع والمواقف، مش بس للتواجد، لا ده احنا بنشوفهم النهاردة يعني ركيزة أساسية في العديد من المؤتمرات الرئاسية في الفترة الأخيرة. صحيح. الاجتماعات، وبيتلاحظ لنا كمشاهدين أو كمتابعين أن هناك اهتمام دائم ومتزايد بهذه الفئة في المجتمع. قال حضرتك بقى بالجزء الآخر أو بالوجه الآخر اللي هو الأطفال الموجودين الأصحاء والمدارس والتعليم واهتمام الدولة بالتعليم وتوجيهها والتعليم النهارده مش بس احنا بنتكلم في المحافظات ولا في القاهرة ولا لا لا، ده التعليم النهارده دخلنا في النبوة ودخلنا في أماكن نائية بعيدة، القرى الأكثر احتياجا. صحيح. يعني ده جهود الدولة في هذا المجال طبعا في السنوات الأخيرة أصبحت واضحة. ده بالإضافة إلى الإعلام ودوره الأساسي في التوجيه ودوره الأساسي في الإشادة بالإنجازات، علشان اللي بيعمل حاجة يحس إنه أنجز، فالعملية بتزيد الحمد لله، والاهتمام زائد ومستمر دائم. طيب حضرتك يا فندم، اتكلمت دلوقتي طبعا عن العديد من المبادرات في مختلف المحافظات لتوعية القانونية بحقوق الأطفال وحتى كيفية الإبلاغ عن حالات تعرضهم لأي خطر. أهمية هذه المبادرات في هذا التوقيت وفي كل حتى محافظات الجمهورية وحتى في النجوع زي ما حضرتك تحدثت؟ حضرتك أي إساءة لأي طفل النهاردة بتقابلها الدولة بمنتهى الحد. طيب هنعرف إزاي وهنوصل إزاي لهذه الإساءة؟ تخصص لذلك رقم خاص زي ما قلت لحضرتك 16,000،
163 اصفار للابلاغ عن اي اساءات. فالنهارده بمجرد الابلاغ اجهزه الدوله بتتوجه فورا وعلى وجه السرعه لتحقيق الواقعه والقيام بها ومتابعتها وحل مشكلتها. وكمان بس مش بس كده، ده كمان الدوله عملت حاجه ثانيه، ده احنا النهارده عندنا تعديلات تشريعيه التنمر والحديث في هذا المجال كبير جدا يعني. صحيح. اتسع من الوقت. التعديل التشريعي النهارده بعد قرار السيد رئيس الجمهوريه والعرض على مجلس النواب اصبح فيه عقوبه حبس. ده عقوبه حبس لا تقل عن 6 شهور وغرامه لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 30. بس هل هناك سن معين في حال حدوث هذا التنمر من قبل اي طفل؟ لا، ما فيش سن معين. لان الطفل لحد سن 15 سنه يحدث ليه ذلك، لان هو ده سن الطفوله المعترف به دوليا. بس كمان ده احنا يعني في اضافه كمان، وزاره الداخليه اصدرت في شهر نوفمبر 2022 تعديل في قانون الاحوال المدنيه بان جعل الطفل من حقه انه يعمل بطاقه شخصيه من سن 15 سنه. طب ليه سن 15 سنه؟ لان النهارده علشان الطفل كان الاول عشان يجيب محامي لازم يكون له ولي امر، طيب لو هو ما يعني والديه في ظروف او مش موجودين او كده، لا ده اصبح النهارده 15 سنه من حقه يعمل توكيل لمحامي ويحصل على حقوقه ويقوم بتحريك دعاوى، او لو له حقوق ميراث او اي حقوق قانونيه للطفل يستطيع التحصل. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ وسام اسماعيل المحامي، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لمحافظة الأقصر واللي فيها فعالية طبعا مهمة جدا، حيث تواصلت فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها 12، واللي كانت بدأت يوم 4 فبراير الحالي تستمر اليوم 10 فبراير. خلونا نتعرف على الجديد في فعاليات المهرجان. تنضم لنا مباشرة من الأقصر الزميلة ميرنا عادل مراسلة أكس نيوز. ميرنا، برحب بك طبعا معنا في هذه الحلقة من برنامج أكس اليوم، مزيد من التفاصيل لديك، تفضلي. تحياتي دانا، تحياتي كل مشاهدي شاشة أكسترا نيوز. بالفعل كما ذكرتي تتواصل فعاليات مهرجان الأقصر السينمائي الدولي للسينما الإفريقية. هذا المهرجان إلهام اللي بتحتضنه هذه المدينة، إلهام مدينة الأقصر، فتتجه الآن أنظار العالم كله، أنظار الدول الإفريقية خاصة صناع السينما والمهتمين بصناعة السينما بوجه عام لهذه الفعاليات الهامة اللي بتقام على أرض الأقصر. دعنا نتحدث عن أبرز هذه الفعاليات وتفاصيل هذا المهرجان. المهرجان هذا العام بمشاركة واسعة من أكثر من 31 دولة إفريقية بما يزيد عن 300 حوض من الحضور من الفنانين الكبار المخرجين والمنتجين وأيضا كل المتخصصين في عملية صناعة السينما من مختلف الدول الإفريقية. كذلك بيشارك في هذا المهرجان 55 فيلم في مختلف يعني الأنواع، إن كانت الأفلام الطويلة أو الأفلام القصيرة أو أفلام الديسابورا أو أفلام الشتات الإفريقية بتشارك في هذا المهرجان ضمن 4 مسابقات. في مسابقة الفيلم الطويل اللي بيشارك فيها 12 فيلما، ومسابقة الفيلم القصير اللي بيشارك فيها 6 أفلام، وأيضا الديسابورا الإفريقية أو أفلام الشتات اللي بيشارك فيها ما يزيد عن 12 فيلما. كذلك أيضا هناك أفلام الطلبة المصريين. هذه الأفلام يعني بالغد اليوم الأخير من مهرجان الأقصر السينمائي هيتم إعلان الأفلام الفائزة في مختلف المسابقات اللي تم ذكرها. أيضا هذا العام بتأتي السنغال ضيف شرف، لذلك كانت هناك العديد من الفعاليات المتخصصة في السينما السنغالية، كون أيضا السينما السنغالية تعتبر من أقدم السينمات في إفريقيا والتي أيضا يعني شاركت بمجموعة كبيرة من الأفلام. لذلك كانت هناك العديد من الفعاليات الخاصة بالسينما السنغالية، ربما أبرز هذه الفعاليات كنا رصدناها لحضراتكم منذ يوم، وهي معرض أفيشات الأفلام السنغالية. كذلك أيضا اليوم هناك فعالية هامة وهي توزيع جوائز مبادرة فاكتوري. هذه المبادرة
التي تتخصص في مساعدة السيدات المبتدئات في العملية السينمائية في صناعة الأفلام الصغيرة. هذه الأفلام يتم الآن بعد هذه المسابقة التي سيتم إعلان نتائجها بعد قليل ومعرفة من الفائز بها، سيتم مساعدة 10 أفلام لعشرة مخرجات مصريات مبتدئات لأن يتم إنتاج هذه الأفلام بشكل موسع، أيضا لأن يتم توزيع هذه الأفلام بشكل أوسع النطاق في مختلف الدول الإفريقية. لذلك هذا الدعم يأتي للعملية السينمائية خاصة للمخرجات المصريات اللواتي يعني يبدأون حياتهم وعملهم في مجال السينما. دعونا نتحدث أنه اليوم هو اليوم قبل الأخير، أي غدا سيكون يوم الختام. اليوم أيضا كان هناك العديد من الفعاليات، ولكن كان أبرزها في الصباح كانت ندوة عن صناعة السينما بواسطة الفنانات المصريات، وكيف ساهمت المرأة المصرية في صناعة السينما، وأيضا كيف ساهمت المرأة الإفريقية في صناعة السينما. ودعنا نتحدث أيضا أن هذه الدورة كانت تهتم بوجه خاص لدور المرأة المصرية وأيضا المرأة الإفريقية، وسعت من خلال اختيار العديد من الأفلام أن يتم عرض الصورة الحقيقية للمرأة الإفريقية وأيضا يعني المرأة المصرية، نجاحها وقدرتها والتحديات التي واجهتها واستطاعت أن تنجح فيها. فكانت مختلف الفعاليات طوال أيام المهرجان تدعم هذه الفكرة وتحاول يعني أن تضع هذه الفكرة في يعني طاولة النقاش من خلال مختلف الندوات التي كانت تقام على هامش هذا المهرجان. يعني إذن دعنا نتعاون نجمل الآن، يعني هي دقائق قليلة حتى نتعرف من هن المخرجات الفائزات في مشروع فاكتوري والذي سيقوم يعني إدارة المهرجان على دعم هذه الأفلام وإعادة يعني إنتاجها بشكل أوسع. وبالعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. وإحنا كنا معك منا طبعا لنتابع كل ما هو جديد على مدار الأيام القادمة. أنا بشكرك مرنا عادل مراسلة إكس نيوز على هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك مرنا. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقة إكس اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة، كنت معكم أنا دانا مدحت، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.